يعني يمكن يكون بيخسر عدم تمثيل بلده، لكن الدوافع والأسباب كتير. يعني يمكن زي ما قلتي اللعيبة بيقبلوا يلعبوا لمنتخبات دول تانية علشان الجنسية أو مقابل مادي أكبر بالزبط. أو الشهرة أو لأنه هيلعب في بطولات عالمية أكتر أو بسبب خلافات مع دولته، وده بيحصل كتير للأسف. يعني عايز أقول أنه في دول زي السويد يعني اتحادها الرياضي اتحول علشان يعملوا برنامج لتأسيس نجوم رياضيين من جنسيات تانية، وعلشان كده بنقول لازم نبص على خريطة الرياضة العالمية ماشية ازاي، التطورات اللي بتحصل لازم نركز معاها. وعشان معانا وكان معانا الأسبوع اللي فات كابتن سيد لاشين نجم الأهلي في تنس الطاولة واتكلم عن الموضوع ده، ان في أندية عربية بتشتري لاعبين محترفين من جنسيات تانية علشان يلعبوا باسمهم، ده مؤشر خطر جدا. وحاسه ان الموضوع بدا يخرج بره اطار الحياديه في الالعاب. يعني احنا عارفين انه اللاعب الشاطر والموهوب بيكون عامل زي الفريسه، صحيح كل العيون بتكون عليه، علشان كده لازم يبقى عندنا خطه واضحه، كوادر مهمه تقدر تغطي وتنافس في المنافسه دي. مش بقول ان احنا يا اميره نروح نجيب لعيبه من منتخبات تانية يلعبوا معانا، احنا مش قليلين طبعا، احنا عندنا نجوم كبار جدا واقوياء في كل الالعاب. يعني يعني لو رحنا بعيد عن كره القدم احنا عندنا بصراحه لعيبه متصدرين في كل الرياضات، علشان كده العين عليهم دايما. فلازم خطتنا انه ازاي نحمي اللعيبه دي بالزبط. ازاي نحافظ عليهم من اي مغريات خارجيه عشان دول ثروه قوميه.